في بداية حرب اليمن وقف إمام المسجد الحرام والذي يجب أن يكون داعية سلام وداعية وفاق وداعية وحدة، والصوت مسجل، صورة وصوت وموجود على اليوتيوب وفيكم تشوفوه، وخطب في المسجد الحرام وقال لهم الحرب على اليمن مع اليمن هي حرب مع الشيعة. ليش حرب مع الشيعة؟ ليش يا خيي؟ ليش يا عيني؟ لأنه مطلوب أن تكون الحرب هكذا، مطلوب أن تحول الحرب إلى حرب طائفية ومذهبية حتى يجد التنابل وجيوش التنابل مرتزقة ومتطوعين ليقاتلوا بالنيابة عنهم. هاي الحقيقة. المطلوب كان في سوريا وفي العراق ومنذ أشهر في اليمن أن تستفز مشاعر المسلمين السنة وشباب السنة ويقال لهم هذه معركة الشيعة والسنة وتعالوا قاتلوا بالنيابة عن الملوك وعن الأمراء وعن الكروش وعن أصحاب مليارات الدولارات وعن ناهبي الشعوب. وفي نهاية المطاف نتيجة هذه المعركة هي لأمريكا. وبالتأكيد كان لعلماء السنة الصادقين والمخلصين وللقوى الإسلامية السنية على امتداد العالم الإسلامي، وأنا أقول لكم وأعترف، كان لهؤلاء الفضل الأكبر في عدم السماح بأن تتحول هذه الحرب إلى حرب سنية شيعية. الحرب الدائرة الآن ليست من أجل الديمقراطية ولا من أجل الانتخابات ولا من أجل الإصلاحات ولا من أجل حقوق الإنسان ولا من أجل التنمية ولا من أجل معالجة مشاكل الفقر والجهل والأمية والمرض. الحرب القائمة الآن وتقودها أمريكا وتخوضها دول وجيوش، هدفها إخضاع كل أولئك الذين رفضوا الخضوع، هدفها إخضاع كل الذين تمردوا وما زالوا متمردين على الإرادة الأمريكية والمشروع الأمريكي.